كابادوكيا أو زي ما بيسموها مدينة الجن والمناطيد، هي واحدة من أهم المدن السياحية في تركيا. لا ومش بس كده، ده كمان منظمة اليونسكو اختارتها إنها من أهم المراكز السياحية في العالم بسبب الجمال اللي فيها والحضارة القديمة مع الحضارة الجديدة اللي بتجمعها في نفس الوقت. وكانت كابادوكيا تحت الحكم الروماني، وبعدين راحت للحكم البيزنطي، وبعدين راحت للسلاجقة الأتراك، وبعدين راحت للدولة العثمانية اللي هي تركيا حاليا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وهنا معانا فيديو جديد في كابادوكيا. اما بالنسبة لكابادوكيا، ليه سموها مدينة الجن؟ بسبب ان هم اكتشفوا بالصدفة من فترة كبيرة ان في مدينة كاملة تحت ارض كابادوكيا، مدينة زي أي مدينة كده يعني، فيها بيوت، فيها زي كنايس، فيها منافس يتنفسوا منها عشان الهواء النقي يخش، كل حاجة، حتى فيها مدافن، يعني كأنهم عاملين مدينة كاملة بس تحت الأرض. وطبعا دي اكتشفوها بالصدفة، ومحدش يعرف برضو لحد دلوقتي، مفيش حاجة أكيدة مين اللي بناها، عشان كده هم مسمينها مدينة الجن. وهم بيقولوا يعني إن هم كانوا بنوها، الناس اللي بنوها بقى او اي يعني كان اللي بناها، كانوا بنينا عشان لو حصل غزو او اي حاجة يقدروا ينزلوا يستخبوا فيها ويعيشوا فيها بعيدا عن الحروب وكل المشاكل دي. اما بالنسبة لاحسن الاوقات اللي المفروض نزور فيها كابادوكيا، هم اغلبية الناس بيقولوا كابادوكيا احسن وقت تزورها فيه اللي هو في الصيف، لان يعني درجة الحرارة بتكون حر شوية، فالجو بيكون مناسب، لان برضو المناطيد البلدين يعني ما بتطلعش في كل الاوقات، يعني لو في مشكله في الجو، لو في ثلج شديد، لو هواء شديد، المناطيد ما بتطلعش. فانت ممكن تروح تزورها وتلاقي اصلا المناطيد ما طلعتش، تفضل قاعد هناك حوالي اسبوع 5 ايام وما تطلعش ومش هتشوف المناطيد. عشان كده بيفضلوا ان انت تزورها في الصيف. اما بالنسبه لي انا من وجهه نظري، هي في الشتاء يعني حاجه تانية. يعني انا لما زورتها معاكم في الفيديو هنا ده كان في الشتاء، وانا برضو كنت محظوظ ان اليوم اللي انا رحت فيه المناطيد فعلا طلعت وما كانش فيها مشكلة، مع ان كان فيه تلج في الوقت ده، بس حظي كان حلو بقى. وفي حاجة كمان لازم تعرفها قبل ما تزور كابادوكيا، ان مفيش مطار في كابادوكيا، لازم تروح مطار قيصري اللي هو معاكم ده اللي انتوا شايفينه دلوقتي، او تروح مطار نيف شهير. ده بالنسبة للناس اللي هي عايزة تسافر طيران. أما بالنسبة للناس اللي عايزة تسافر بالباصات، في طرق بالباصات طبعا، الناس اللي هي هتكون موجودة في اسطنبول، لأن الأغلبية يعني السياح بيكونوا جايين في اسطنبول. هو في مشكلة إن الطريق من اسطنبول هياخد وقت، يعني ممكن ياخد حوالي 12 ل 10 ساعات على حسب الباص هيقف في كام ستوب، هي دي هتكون المشكلة في الوقت بس. فلو عايزين نسافر عن طريق الطيران هيكون مكلف أكتر، بس هيكون أريح في المطارين اللي أنا اتكلمت عنهم دول. ولما توصل المطار وتاخد عربية توصلك لحد كابادوكيا، أو تاخد تاكسي أو عربية خاصة أيا كان. وطبعا أنا كنت حاطط بروجرام للأماكن اللي أنا هزورها هناك في كابادوكيا، وأول مكان هيكون معانا النهاردة في الفيديو إن شاء الله هو لاف فالي أو وادي الحب. وهما بيقولوا إن هما سموه كده عشان هما شايفين إن هو بيظهر الحب للطبيعة، لأن المنظر حقيقي بجد من هناك محدش يقدر يتخيله، مع شروق الشمس وسط البلالين وهي طالعة، يعني حاجة بجد جميلة جدا. هو ده يعتبر أحسن مكان في كابادوكيا، وده اللي يعتبر أصلا شهر كابادوكيا اللي هو منظر البلالين والكلام ده، اللي هو الناس كلها أصلا بتيجي عشان تشوف المنظر ده، اسمه لاف فالي، وادي الحب. وتاني مكان معانا هو ديفرنت فالي، وادي ديفرنت او زي ما بيسموه الوادي الخيالي. الحلو اللي فيه ان الصخور اللي موجودة في الوادي دوت تحس ان هي منحوتة على شكل شخصيات وشكل حيوانات. وسبحان الله الحاجة الغريبة اللي هناك ان هما بيقولوا ان الصخور دي مفيش حد نحتها، هي اتنحتت لوحدها كده من اثار الطبيعة والامطار. فدي حاجة برضو غريبة من الحاجات الموجودة في كابادوكيا، لازم لما تروح هناك تزورها برضو.
وتالت مكان معانا هو مدينة أرجوب، من المناطق الجميلة في كابادوكيا، وفيها تحس إنك رجعت للحضارة القديمة. البيوت هناك في جوه الكهف في البيت، ومتزخرفة على الطراز العثماني، وفيها شبه كبير جدا من الشوارع الرومانية القديمة. وأصلا في الأساس في حاجة نسيت أقولكم عليها، إن كابادوكيا في الأساس كانت يونانية، وأهلها بيتكلموا باللهجة الكابادوكية اليونانية، ودي برضو من الأماكن الجميلة جدا هناك في كابادوكيا. ورابع مكان معانا زرته في كابادوكيا هي بيجين فالي، أو وادي الحمام. اتسمى بالاسم ده لأن هم عاملين فيه بيوت كتير جدا للحمام، ونحتينها جوه الجبال، وبيقولوا إن هما بيستخدموا الحمام ده إن هما يحصلوا على سماد طبيعي كويس لكروم العنب، لأن هما هناك مشهورين بإن هما بيعملوا عصير العنب والواين والحاجات دي. وخامس مكان زرته في كابادوكيا هي مدينة أفانوس، وهي المدينة المشهورة بصناعة الفخار، وفيها محلات جوه الكهوف، يعني انت هتخش جوه الكهف تشتري حاجات، فمنظرها الصراحة جميل جدا، وتقدروا برضو تاخدوا منها حاجات تذكارية فيها حاجات يعني عن كابادوكيا، صور المنطاد على شكل ميداليات زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو، هفرجكم على المكان من جوه. نهر كيزيل إرماك ريفر، وهو أطول نهر في تركيا، بيمتد في أكتر من مدينة، ومنظره جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، تحس ان انتوا أصلا خرجتوا برا جو كابادوكيا ورحتوا حتة في أوروبا، يعني برضو لازم لما تروحوا هناك تزوروا. وسابع مكان انا زرته في كابادوكيا هو كان رحلة سفاري، بالنسبة للناس اللي بتحب رحلات السفاري بالاي تي في، يقدروا برضو يلاقوا هناك كذا مكان يقدروا يأجروا منه اي تي في ويعملوا بيه سفاري هناك وسط الجبال، وحواليك البلالين بتطلع، يعني حاجة جميلة جدا، وده كان بالنسبة لي من اهم الاكتيفيتيز اللي انا عملتها في كابادوكيا. واخر حاجة، اذا عجبكم الفيديو وعايزين تعرفوا ازاي تقدروا تروحوا هناك باقل اسعار، اكتبولي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو صغير عن تفاصيل الفندق، ازاي تروح، المواصلات، وكل حاجة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وده هيشجعني نعمل فيديوهات اكتر ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع السلامة.